مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه الوصل. بنتواصل معكم في جميع المواضيع اللي تدور في فلك حياتكم. القيادة السياسية مهتمة جدا بموضوع التعليم، سواء التعليم ما الأساسي أو الفني أو التعليم الجامعي. هناك مقترح قدم من أحد النواب في مجلس الشعب عن ربط مشاريع التخرج في الكليات العملية بالمشاريع والمشروعات القومية. هنالك تحدي جديد يعني تسير في مصر، فكرة المشاريع القومية الجبارة التي نفتحها الآن ونستمر فيها من طرق إلى أنفاق إلى مشاريع في الكهرباء وغيره. هذه المشاريع بحاجة بعد أن تنتهي إلى من يقوم بالعمل فيها وتشغيلها واستمراريتها وأيضا تطويرها. لذلك ربما يكون هذا المقترح يراه البعض أنه مقترح هام جدا. سنتحدث اليوم عن هذا الموضوع، وسؤال حلقتنا سيكون كالتالي: ما رأيك في ربط مشاريع التخرج بالكليات العملية بالمشروعات القومية للدولة؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم من همزة وصل. دائما تابعونا، شاركونا بأراكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. همزة وصل إي جي هو عنواننا الموحد. دعوني أخرج إلى تقرير سريع أضعنا في موضوع الحلقة، ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. يثير مقترح أحد البرلمانيين بمجلس النواب ربط مشاريع تخرج الطلاب بالكليات العملية بالمشاركة بالمشروعات القومية للدولة يثير جدلا كبيرا بين الخبراء. يؤيد البعض المقترح بشرط تنفيذه بشكل واف مع تشديد الرقابة عليه، في حين يستنكر آخرون الحاجة لهذا المقترح في الوقت الراهن. الخبراء يؤكدون أن فرض مشاريع معينة على الطلاب لكي تطابق المشروعات القومية المطلوبة يقتل الإبداع وحرية التحرك والتفكير لديهم، ويهمل المشاريع المتعلقة بالحالة الإنسانية والاجتماعية ويحصرها على الاستفادة القومية فقط، ويجعل مشاريع التخرج تقليدية محصورة في شكل واختصاص معين. وفي السياق ذاته يقول آخرون إن مقترح ربط مشاريع تخرج الطلاب بالكليات العملية بالمشروعات القومية للدولة لا يحتاج إلى قانون بقدر ما يحتاجه من التزام أخلاقي واجتهاد من قبل القائمين على تلك المشروعات. وأضافوا أنه لكي يطور القائمون على المشروعات القومية من أساليب إنتاجهم لابد من الاطلاع على الأبحاث العلمية ومشاريع الطلاب، لأنهم نماذج مهمة للمجتمع ويجب الاستفادة من عقولهم. فربط بين الشباب والعاملين بقطاع الدولة يحتاج إلى تواصل وبحث مستمر منهم وليس تشريع من الممكن أن يهمل فور إصداره. تابعنا مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير السريع وضعنا في موضوع حلقة اليوم، وأبدأ بالتواصل معكم قراءة مجموعة من التعليقات التي وصلت إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. كما نوهت سابقا همزة وصل إي جي هو عنواننا الموحد، وخاصة على الفيسبوك. دعوني أقرأ لكم مجموعة من تعليقاتكم التي وصلت إلينا، وفيها معي نانا يوسف بتقول: يا ريت يتم تنفيذه حتى نتمكن من القضاء على البطالة وأيضا الاستفادة من وجود أفكار جديدة. عفاف سعيد إيجي نيوز: طبعا يا ريت بدل المشاريع البالية اللي بتتكلف كتير جدا من الطلبة وفي الآخر مكانها الحفظ أو الرمي، لكن لو أدخلنا طاقتهم الإبداعية والوظيفية في مشروع هيكون أحسن ليهم وللبلد. هيام محمد محمد عبده بيقول: أتمنى يتم تطبيق هذا المقترح لعدة أسباب، من أهمها إعطاء خبرة عملية للطلاب تدفعهم نحو التقدم ومستقبل جيد، غرس الوطنية والفخر أنه كان أحد السواعد التي تبني الدولة ومنها المحافظة على ما يتم إنجازه، لأن كل شاب سيشعر أنه مشارك فيه. أتمنى أن يجد هذا المقترح الطريق إلى النور. عبد الرحمن ومالك محمد: يا ريت يطبق فعلا، لان ده هيقلل نسبه البطاله بشكل كبير، ويا ريت كمان وزاره التعليم الفني والتعليم العالي تعمل دراسه مع وزاره التخطيط حتى يتم تدريس ما يحتاجه سوق العمل في المراحل القادمه حتى لا يزيد نسبه البطاله ويزيد الضغط على الدوله. طيب، دي كانت مجموعه من تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. هنبدا نتواصل مع ضيوفي على الهاتف، وهنتحدث ونحلل هذا الموضوع. معي الآن عبر الهاتف دكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس. دكتور عبد الوهاب، تحياتي في البداية. أهلا وسهلا.
الو دكتور عبد الوهاب. اهلا وسهلا. الو دكتور عبد الوهاب. ايوه انا معاك. طيب دكتور عبد الوهاب، في البدايه فكره ربط المشاريع القوميه بمشروعات الشباب، وهناك تخوف ان ده ممكن ياثر على فكره ان ياثر على مواهبهم وابداعاتهم. هذه الفكره ايه راي حضرتك فيها؟ مع ان انا عندي اعتقاد ان هي اصلا موجوده بشكل ما، خاصه في الكليات العمليه. الحقيقه ده متطلب احنا بنشتغل فيه بقالنا 4 5 سنين. نعم. زمان قبل كده كانت المناهج اللي بتدرس للطلبه مناهج قديمه وتقليديه، بتخرج الطالب عنده علم بمواد قد لا يكون محتاجها في سوق العمل، وفي نفس الوقت عنده نقص في معلومات محتاجها سوق العمل. فاتجهنا من 4 5 سنين وخصوصا مع المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الجديدة اللي بتتم في البلد إلى ما يسمى بدراسات سوق العمل، ودي دراسات تخصصية بتقول أو بتخلص إلى المهندس اللي بتخرج من عندنا أو المحاسب أو المهندس الزراعي أو أي تخصص، إيه اللي مطلوب منه في سوق العمل. وعملنا تحليل للكاب أو ما يسمى الفجوة ما بين المطلوب والموجود، وبالتالي قدرنا نعرف إيه اللي إحنا محتاجين نديه للطالب عندنا وإيه اللي إحنا مش محتاجين نديه بالكم اللي إحنا بنديه. فابتدينا نتجه إلى حاجتين أو ثلاثة، إما تطوير للمناهج القائمة بالفعل أو إنشاء مناهج جديدة أو إعطاء حاجات سوفت سكيلز وكمبيوتر سكيلز ولانجوج سكيلز، يعني مهارات لغوية أو مهارات تواصل للطالب علشان يقدر يواكب ما يحتاجه سوق العمل. هذا يتم في الجامعات المصرية منذ 4 5 سنوات، وبالتالي أصبح هناك تطوير في المناهج وإنشاء مناهج جديدة وإعطاء الحاجات اللي احنا بنقول عليها السوفت سكيلز دي للطالب، وبالتالي أصبحت نسبة التوظيف من الطلب في الجامعات أعلى مما كانت عليه من 4 أو 5 سنين. نعم. طيب دكتور اسمح لي ان انا اسالك، في ناس هتقول لك طب ما ده هياثر على الشباب وتوجه الدوله، لان الدوله دلوقتي بتتوجه للمشاريع الصغيره والمتوسطه، وان الشباب يفتحوا ابداعاتهم فيبداوا هم يعملوا مشاريعهم بنفسهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه بجانب هذا، نعم، بجانب هذا انشانا ما يسمى بالاي هاب او ستارت ابس او الانتربرونورشيب، اللي بنعلم فيه الطالب نعم. ازاي يحقق لنفسه فرصه عمل أو ينشئ لنفسه فرصة عمل أو نعم. ينشئ شركة صغيرة وينميها، وبيساعده في كده أسدته والجامعة علشان يقف على رجليه بعد سنة أو سنتين. تمام. احنا بنتحرك في كافة الاتجاهات، إما إنه يواكب سوق العمل في المشاريع القائمة فعلا أو إنه يخلق لنفسه فرصة عمل. تمام. يبقى احنا الوقت انتوا ماشيين بتعلموا الطلبة حاجتين زي ما أنا فهمت، يا إما احنا بنشتغل على السكيل الكبير او التواجد الكبير للمشروعات القوميه، بنأهل نعم. طلبتنا ان هم نعم. يطلعوا يشتغلوا يا اما في الانشاء، في انشاء هذه المشروعات، يا اما في اداره هذه المشروعات بعد كده وتشغيلها. الجزء الثاني اللي مش هيشتغل هنا هيدخل في المشاريع الصغيره والمتوسطه، يبدا يعمل لنفسه كارير او مستقبل. وكلاهما متاح يا فندم. نعم بالظبط. تمام. طيب الرقابه، اليه الرقابه على تنفيذ هذه البرامج، زي ما حضرتك قلت فكرة ان الجامعات كانت لفترة ما بتخرج طلبة بعادات كبيرة جدا، وللأسف سوق العمل ما بيقدرش يستوعبهم علشان فكرة ان ما هماش مؤهلين كفاية، ما عندهمش السكيلز او المهارات اللي موجودة. آلية الرقابة بعد كده ان احنا ازاي نطلع الطلبة دي جاهزة لهذا الموضوع مع التغير السريع في التكنولوجيا. تعلم ان الجامعات دلوقتي والكليات ومنذ فتره طويله في توجه الى ما يسمى بالاعتماد الاكاديمي، وجهه الاعتماد هي جهه قوميه، هي جهه الرقابه الخارجيه بجانب الجوده، يعني وحدات الجوده اللي موجوده داخل الجامعات اللي بتراقب على الكليات وعلى البرامج وعلى الاقسام لكي تتحقق ما يتم اعطائه للطالب فعلا. فهذا التحقق او هذه الرقابه
نوعين، رقابة داخلية من الجامعة نفسها ورقابة خارجية من النقاء اللي بيعطينا الاكريديتيشن أو الاعتماد لكليات الجامعة. نعم. طب خلينا أخدك لمحور تاني دكتور. فكرة إن إحنا الآن مثلا في العاصمة الإدارية عندنا أكبر ناطحة سحاب ربما تكون في الشرق الأوسط وإفريقيا، دي تكنولوجيا جديدة على مصر. عندنا أفكار جديدة مثلا المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، دي مشاريع عملاقة فيها تكنولوجيات ربما تكون جديدة علينا. إزاي نأهل الطلبة إن هم يوصلهم لهذه المشاريع وفي نفس الوقت ان هم يكون عندهم القدره لنقل النوهاو او المعرفه اللي بيتلقوها في هذه المشاريع؟ ما بينقلش مشاريع، ما بينقلش نوهاو، وبيتلقى النوهاو، بيتلقاها تواصل مع الجهات التي تنفذ هذه المشاريع، سواء من الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه او من الشركات المقاولات العملاقه. الطلبه بتوعنا دول دائما ابدا في زيارات ميدانية وفي زيارات تدريبية في الأجازات الصيفية أو الأجازات نصف السنة، علشان يتلقوا هذه المعلومات بجانب ما يتلقوه من معلومات أكاديمية في كلياتهم. ما هو لما يتلقوا المعلومات يا دكتور بعد كده هيبقى عندهم القدرة لنقل المعلومات دي لزمايلهم، للطلبة الجداد بتوعهم، للمشاريع، الناس اللي هتيجي تشتغل معاهم. يتلقى المادة العلمية ويشوف النو هاو، يختزن ده بعد فترة من السنين والممارسة يقدر ينقل ده اللي بعده. تمام. أنا بشكرك دكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، بشكرك على وجودك معنا في هذه الحلقة. وانضم الآن إلي الأستاذة نيفين شحاتة الصحفية المتخصصة في شؤون التعليم. أستاذة نيفين تحياتي. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بكل المشاهدين. أهلا بحضرتك. أستاذة نيفين، عايز أسألك سؤال بمتابعتك لملف التعليم وتوجيهات رئاسية بتطوير التعليم سواء الفني سواء التعليم الأساسي التعليم الجامعي وغيره، بوجود المشروعات القومية دي شايفة أن هل نحن بحاجة فعلا لربط الجامعات العملية خاصة بهذه المشروعات؟ أكيد يا فندم، إحنا في عام التعليم عام 2019 كما أعلن السيد الرئيس أنه عام التعليم، مهم جدا ان احنا اولادنا وخاصه الخريجين يبقوا مطلعين على المشاريع القوميه، ده بينمي عندهم الحس الوطني وبيقدروا الاشياء اللي بتفعل من اجل هذا الوطن، لان في النهايه كل المشروعات دي عشانهم هم، عشان الاجيال الجديده دي. نعم. فلازم ان هم يكونوا مشتركين، يعني مساله الزيارات او مساله الجولات في هذه المشروعات العملاقه يمكن ما بتخليش الشاب او الطالب يبقى مطلع يعني او مركز فيما يفعل وفيما ينفذ من مشروعات في الدوله، لكن اشرافهم خاصه لما بيكون الطالب بيعمل مشروع تخرج يعني بيحاول ان هو يعني يفرز افضل ما عنده، فبالتالي هيبقى دقيق في البحث، دقيق في المتابعه، دقيق في المشاهده، فهتبقى يعني شيء جميل جدا ان هم كمان نخرج ابداعات الشباب، نخرج طاقتهم فكرتهم لتطوير هذه المشاريع. في منهم هيبقى عايز ينضم لهذه المشاريع بعد التخرج، في منهم هيبقى عايز يضيف فكره في مشروع ما، فاعتقد ان ده يعني هيبقى مزيد من الحس الوطني، تنميه الحس الوطني لدى الشباب، وتنميه كمان العمل بروح الفريق والعمل الجماعي، وهيبقوا شركاء مع الدوله. يعني دلوقتي انت كشاب مش قاعد في شاشه التلفزيون بتتفرج او بتروح في زياره او في رحله، لا، ده انت هتبقى شريك في صنع القرار، شريك. طيب استاذه نيفين، بعض يعني بعض الناس بتنتقد ده او بتشوف ان ده بشكل ما هياثر على القدرات الابداعيه للطلبه، لان احنا عايزين نخرج قدرات الابداعيه عند الطلبه يبتكروا مشاريع. الحاجه الثانيه ان مهما كانت المشاريع القوميه كبيره وشغاله، احنا مش عايزين نرجع للفكر القديم، فكره التوظيف في الحكومه، احنا بنشجع الشباب ان هو عايزينه يخرج هو يخترع ويبتكر مشاريع باشكال مختلفه. عشان كده في توجه من السيد الرئيس نحو المشروعات الصغيره والمتوسطه. شايفه ان ممكن يبقى في تعارض بين ده وده؟ لا، على وجه الاطلاق، وانا شايفه ان بالعكس تماما دي هتزيد من القدرات الابداعيه لدى الطلاب او لدى الشباب الخريجين، ان هم هيقدروا يشوفوا هذه المشروعات كيف تنفذ، ايه اللي ممكن يضاف ليها، ايه اللي ممكن يتم تحديثه بفكر الشباب، فاعتقد ان دي هتكون اكثر يعني انماء بفكر الشباب والابداعاتهم وتطوير افكارهم عن هذه المشروعات وعن الافكار اللي هيعملوها او هينفذوها بعد التخرج. يعني قد تولد فكره الطالب او الشاب ينفذها بعد التخرج في هذه المشروعات. ثانيا، المشروعات دي مش بتدار
فقط من أجهزة الدولة، لا، في شركات استثمارية تعمل مشاريع استثمارية في هذه المشروعات، فممكن، وطبعا الشركات الاستثمارية دي قطاع خاص، فممكن برضو ان هم يحتكوا بها اصحاب هذه المشاريع، ممكن ان يعني يبقى في طالب مبدع او مبتكر في مجال ما يتم اكتشافه، فاعتقد انها تبقى اكثر ايجابيه لو تم توظيف هذا الموضوع في مشروعات الخريجين. نعم. طيب في الحاله دي احنا هنحتاج لطريقه تنسيق ما بين المشروعات القوميه، واسمحي لي برضو ان انا ادخل عليها المشروعات الجديده علينا، مثلا زي المنطقه الصناعيه اللي هتبقى في قناه السويس لدول مختلفه خاصه روسيا، العاصمه الاداريه الجديده فيها مشاريع عملاقه هيقوم بيها شركات صينيه من خارج مصر بتمويل ذاتي وغيره، زي اكبر ناطحه سحاب في افريقيا. ازاي يتم التنسيق ما بين الجامعات، اذا كنا بنتكلم على الجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه، بين هذه المؤسسات؟ يعني طبعا من السهل التنسيق مع الجهات الحكومية، سواء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللي دايما مشكورة بتساعد في هذه المواقف، أو الشركات الوطنية، لكن إزاي بقى نبدأ نتعاون مع الجهات الغير مصرية والجهات الخاصة؟ هو لازم حضرتك طبعا يبقى في قاعدة بيانات عن كل الأمور اللي حضرتك بتقولها دي، ويبقى في ربط ما بين الجامعات وما بين هذه المشروعات والمشروعات اللي بتنفذها الشركات الأجنبية أو الشركات الاستثمارية، علشان قاعدة البيانات دي هتسهل كمان للطالب نفسه يحدد هو عايز يشتغل فين وعلى أنهي مشروع وفي أنهي منطقة، وبالتالي برضو هتوظف التخصصات قطاع الهندسة. أنت حضرتك برضو لو بصينا لقطاع كلية الإعلام، كلية الإعلام عندها مشاريع تخرج، مش لازم يكون الطالب أو الطالبة دول يعني بيشتغل مهندس أو بيشتغل استشاري، لا، ده ممكن كمان إن هو يبقى عنده رؤية إعلامية فيما بعد لما تقوم به جهود الدولة من مشروعات عملاقة. وبرضه حضرتك كنت سألتني على مسألة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، ده ملهوش علاقة أبدا فيما سيتم اختياره بعد كده مستقبلا بالنسبة لهؤلاء الطلاب. خلي بال حضرتك الطلاب أو قطاع الشباب عموما يعني عندهم أفكار مستنيرة جدا، عارفين هم عايزين إيه، محددين هدفهم، فاللي ناوي فيما بعد يشتغل شغل حر أو يعمل مشروع صغير أو يعمل المشروع متوسط، ده بيبقى عنده فكر مسبق من هو طالب في الجامعه، مش مستني لحد ما يتخرج. فبالتالي احنا لما نزود على هذه الافكار اتجاه اخر او موضوع اخر، فده هيخلي المساله تبقى اكثر اثراء، وهيخلي الشباب دول متفاعلين ومقدرين حجم ما يتم انجازه في هذه الدوله، وهيبقوا مطلعين بصوره اكبر. نعم. انا بشكرك استاذه نيفين شحاته الكاتبه الصحفيه المتخصصه في شؤون التعليم، وبشكرك على وجودك معايا. انضم إلي عبر الهاتف الآن الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي تحياتي. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور علي. فكرة من أحد الأفكار الأساسية اللي ابتدعتها أمريكا حقيقة في فكرة الكساد العالمي، هي فكرة إنشاء مشاريع اقتصادية عملاقة قومية، والفكرة دي امتدت لجميع دول العالم. عشان تخرج من الكبوات الاقتصادية لازم تعمل مشاريع عملاقة كثيفة العمالة. الفكرة دي شايفها ازاي اتطبقت في مصر ونسبة نجاحها قد ايه؟ في البداية طبعا حضرتك بتتكلم على أزمة الكساد العظيم اللي كانت 1929، واللي ظهر فيها العالم الاقتصادي كينز وابتدى يهتم بيه جزئية ان السبيل الامثل للخروج من هذه الازمه هو الاستثمار في البنيه التحتيه واقامه المشروعات القوميه، واطلق في الوقت دوت ما يعرف في سياسه او استراتيجيه الطلب الفعال. من ذلك الوقت يمكن الصندوق، حتى صندوق النقد الدولي، ابتدى برضه يعني يعتبر ان كينز هو الاب الروحي ليه، وابتدى كمان يهتم بهذه الجزئيه، وابتدى يؤكد العديد من الدول، سواء كانت الدول زي الدول الناميه او دول متقدمه، على ضروره الاستثمار في البنيه التحتيه واقامه المشروعات القوميه لجذب استثمارات من جانب القطاع الخاص وعلاج عديد من المشاكل الاقتصاديه زي البطاله والتضخم وعجز الموازنه وغيرها من هذه الاشكاليات. احنا عندنا في مصر لما بدانا المشروعات القوميه يمكن كنا عندنا للاسف عجز وعديد من المشاكل المتعلقه بالطرق والمواصلات والكهرباء، وكان عندنا مشاكل ايضا في الصرف الصحي والمياه، وكان
كان عندنا بعض المناطق والمحافظات بتعاني من تهميش لفترات طويلة جدا زي الصعيد وسينا، ودول كانوا بيأثروا طبعا تهميش وعدم وجود التنمية الحقيقية فيهم كان بيأثر أكيد بالسلب على الاقتصاد المصري. فكرة ان انت تبتدي تضخ فيهم مشروعات قومية وان انت تستثمر فيهم كدولة بتبتدي تشجع القطاع الخاص ان هو يشارك الدولة والقطاع العام في عملية التنمية، يبتدي يساعد معك في ان انت تعالج مشاكلك الاقتصادية بشكل اسرع وبشكل يقدر يلمسه المواطن في اسرع وقت. نعم. احنا هنا هو يمكن انا 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 شايف يمكن السؤال اللي حضرتك حتى بتطرحه في بدايه الحلقه الرائعه اللي انا يمكن متابعها من البدايه، وهي جزئيه متعلقه بازاي ان يبقى في ربط لمشاريع التخرج. نعم. بالنسبه للطلاب بالمشروعات القوميه، وانا هتحدث يعني في الوقت دوت بصفتي دكتور في الجامعه، وازاي ان انا بشوف ان دي جزئيه مهمه ان يبقى في ربط ما بين اللي في طالب بيدرسه في الجامعه وما بين ما يحدث في ارض الواقع. نعم. انا هنا هو مش حديثي حتى عن المشروعات القوميه فقط، ولكن انا بتحدث عن كافه ما يحدث على مدار اليوم وعلى مدار العام، ازاي ان الطالب عندي يبقى عنده درايه باللي بيحدث ما يبقاش في فصل ما بين الدراسه وما بين الموضوعات التي تحدث على ارض الواقع، ازاي ان اطلع واستطيع ان انا استفيد من الافكار المبتكره لكثير من الشباب واللي بتبقى كثير منها افكار رائده تقدر ان هي تساهم وتضيف لما هو وصلنا ليه في المشروعات القوميه. خلينا نقول كمان ان احنا مش عاوزين طلبه الجامعه عندنا يبقى حاصل على بكالوريوس او ليسانس ولكن يفتقد لربط هذا العلم. طب يا دكتور بالشكل ده، اولا احنا بنتكلم على جامعات عمليه، ثانيا طول عمر الجامعات العمليه زي الهندسه وغيره بيروحوا يزوروا المشاريع ويمشوا، لكن فكره ان هم يقعدوا في المشاريع دي يشتغلوا فيها يبحثوا، وبعدين فكره ان احنا تطوير التعليم في الاساس عشان نعلم الطالب ان هو فكره البحث ان هو غير متلقي فقط للمعلومه لكن هو اللي لازم يبحث عن المعلومه، دي محتاجه نرجع بتهيألي للتعليم الاساسي. اكيد كلام حضرتك مظبوط، ان احنا لنا يعني فكره ان الطالب ذات نفسه يبتدي يخرج بره او يكمل فكريه الدراسه النظريه ديت، او حتى لو هو في كليه عمليه ان هو يطلع بره الجامعه وان هو يبقى عنده فعلا تدريب في مشروعات قوميه او حتى تدريب في مصانع او شركات، او فكره السمر تريننج عموما او التدريب الصيفي اللي احنا بنقول فيها لكل طلابنا ان حاجه مهمه جدا ولا تقل اهميه عن الدراسه الحقيقيه فعلا. بالظبط، يعني انا دايما باكد لصاحب اصبعي فكره السمر تريننج دوت او التدريب الصيفي ده جزئيه مهمه جدا، ما تعتبرهاش ان هي شيء فرع ولكنها شيء اساسي، لان في النهايه اللي انت اتعلمته دوت لما بتيجي تطبقه على ارض الواقع وتبتدي تعرف التحديات اللي ممكن تكون موجوده وعمليه التطبيق للي انت درسته، في النهايه احنا بنعالج بعد كده مشكله بطاله بنعاني منها، وبالاخص بالنسبه لحديث التخرج وبالنسبه. نعم. للحاصلين على مؤهلات عليا واللي للاسف الشديد بيبقى معدلات البطاله فيهم اكبر بكثير من معدلات البطاله بالنسبه لاصحاب الشهادات المتوسطه او خلافه، وبالتالي انت ازاي ان انت تفعل الجزئيه ديت، وهو ده على فكره لما ناجح حتى لبدايه حديث حضرتك على الولايات المتحده الامريكيه والصين وخلافه، هو فكره ان الطالب من هو عنده 18 سنه ممكن يبدا مشروعه ممكن صحيح وبيخرج للشغل بيخرج يشتغل. بالظبط. طيب اخيرا وسريعا يا دكتور علي، فكره ان المدارس الفنيه هل يمكن ايضا ربطها بهذه المشاريع، وهل هي الاولى من الجامعات ولا شايف ان لازم الاثنين يبقوا زي بعض؟ اعتقد ان الجامعات هو شيء مكمل للمدارس الفنيه، ما نقدرش نفصل الاثنين عن بعض. نعم. احنا عندنا يمكن في تجارب موجوده في مصر خاصه بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل، يمكن مشروع مبارك كول وخلافه من هذه المشروعات. نعم. يمكن ابتدت يعني يبقى ليها نجاح، اعتقد ان الموضوع محتاج ان هو يستكمل ايضا على مستوى الجامعات بحيث ان في النهايه يبقى عندي طالب قادر ان هو يحصل على بكالوريوس او مؤهل عالي وفي نفس الوقت عنده خبرات عمليه تميزه وتقدر ان هي تخليه يا اما يبقى عنده القدره ان هو يلتحق بالقطاع الخاص او ان هو حتى يبدا مشروعه الخاص. نعم. نعم. دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجودك معايا، بشكرك دايما وبشكر كل ضيوفي ومشاهدينا الكرام. خلينا نشوف ضيوفنا في الشارع، المواطنين في الشارع رأيهم ايه على سؤال حلقة اليوم.
لازم الطلبة يتفعل المشاريع بتاعتهم وتبدأ معاهم من سنة أولى جامعة وسنة تانية وسنة ثالثة وسنة رابعة، وبحيث إن هو لما يتخرج يبقى عنده مشروع كامل تتبناه الدولة ويصعدوا وزير البحث العلمي للسادة المسؤولين، علشان يبقى طبعا دي تبقى نواة للمشاريع الكبيرة والمشاريع القومية، لأن احنا عندنا عقول كبيرة وعندنا عقول يعني سرية بتسافر بره بتعمل هزه اعلاميه وهزه عالميه في الاوساط العالميه، ما بالك يعني احنا عندنا الاساس، عندنا الشباب اللي هو يفخر بيهم وان هم ممكن يعملوا بحث علمي في كل المجالات في كل الحياه. بالنسبه للفكره فكره جميله بالنسبه لطلبه الجامعات، عندهم افكار جديده المفروض تطبق على الواقع في العمل. وكمان عندنا احنا مدارس الصنايع منتشرة على مستوى جميع المراكز وجميع المحافظات، النهاردة احنا ممكن نستغلهم في الصيانة بتاعت، يعني احنا المصالح الحكومية تطلب مننا صيانة دورية كل سنة بتطلب مننا صيانة، انا ممكن الطلبة بتوع الصنايع اللي هم بتوع الأعمال الصحية وبتوع النقاش يقوموا بالأعمال دي، يعني هم ممكن يعملوها هيوفروا على الدولة كتير. والله حضرتك المشروع أنا معاه ومؤيده، بس عايزين وسائل مساعدة ان هي تساعد الطلبه كده، حتى انا من رايي حتى خريج اي كليه واخد بال حضرتك لما يتدرب على شيء معين ما يستناش الحكومه وشغل الحكومه، وعايزين مستثمر، عايزين اي حد يدفع للناس ديت ان هي تحقق رغبتها وتنتج ويعملوا لنفسهم، يعني ما يقعدش يشتغل وينتج، بس عايز حد يساعده، عايز حد يدفعه. احنا شايفين دلوقتي ان الكوادر الصغيره اللي طالعه من كليات الهندسه وطالعه من كليات العلوم عامله ابحاث كويسه جدا، اما نستفاد من الابحاث ديت في التدريب العملي هيبقى حاجه كويسه جدا، وبالذات في المشروعات العملاقه اللي الدوله عماله تفتحها دلوقتي، والمجال بقى كويس ان طالب الهندسه او طالب العلوم او اي طالب عنده بحث علمي يتدرب فيه عملي ويبقى في ضمن المشروعات القوميه اللي البلد عماله تقوم بيها دلوقتي، يعني وده حاجه كويسه جدا يعني في المجال ده. بالنسبه للمشاريع التخرج، يعني في مشاريع تخرج كتير جدا بتتعمل ومبقاش ليها اي قيمه، لكن انا مثلا انا خريج كليه ألسن، ليا زمايلي عملوا مشاريع كتير في مجال اليهودي، عملوا مشاريع عن مثلا عن الصلاه في اليهود، عن الحاجات دي كلها، الكلام ده كله لو في حد مهتم بالبحث ده ليه بيجيب ابحاث مثلا من بره مترجمه سواء باي لغه ويصرف فيها فلوس، وممكن كمان يصرف فلوس عشان يترجمها، احنا جايبين معلومات من كتب مترجمه ومصادر موثوق منها، يعني في الكليه المشاريع دي بتتعمل احنا بنخلص بناخد مثلا التقدير بتاع الكليه خلاص، البحث ده ما بقاش ليه اي قيمه، فليه ما نستغلش البحث ده ويتبناه اي حد او اي جهه تتبناه ويفيد اي جهه، اكيد في جهات كتير بتشتغل على الموضوع ده. والله ده مقترح سليم جدا، وانا شايفه ان دي فكره جيده ويا ريت تطبق على ارض الواقع، لان الطلبه في الكليات عندهم فكر وابتكار وعندهم يعني بيفكروا خارج الصندوق، فالافكار اللي بيدرسوها وبيعملوها افكار بحثيه كلها بتتاخد تترمي في الادراج، وده مش دي حاجه مش كويسه، المفروض ان فعلا تروح للجهات المعنيه وتنظر فيها وتدرس كويس قوي، وبعدين تتاخد وتدخل تبع المشروعات القوميه تبع الدوله. طبعا دي مجموعه من تعليقات المواطنين في الشارع، ضيوفنا اللي قالوا برايهم في هذا الموضوع، كلهم متفقين على اهميه هذا الموضوع، وان كان بعض الاراء بتشوف ان يعني محتاجين تفاعل اكثر من هذا. خلونا نشوف تعليقات المواطنين وتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، هل بتتوافق مع اللي قالوه ضيوفي على الهوى الان ام لا. معي نهد عبد الفتاح بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام. اكيد المشروعات القوميه محتاجه لبذل مجهود من كل الاطراف، فاذا امكن ان يكون مشروعات تخرج الشباب في اطار ان تكون جزء من مشروعات قوميه او لحل مشكله تواجه مشروع ما او مساعده لفرع في مشروع، حتى واذا كان في قطاع حكومي او قطاع خاص، فاكيد احسن بكتير من وضع مشروعات التخرج في الادراج وقد لا ترى النور. على وعلى ذلك فان دخول الشباب مجال المشروعات القوميه يزيدهم خبره ومعرفه بالعمل على ارض الواقع، ولكن التمويل يحتاج لعمل صندوق تساهم فيه الاطراف المستفيده من ذلك، وتكون هناك جهه معلوماتيه تخدم هذا الاتجاه سواء بالمعلومات او بتحديد الاولويات. طبعا من الواضح ان هي متفقه ايضا مع ضيوفي اللي كانوا معانا من الشارع على فكره ان المشروعات او الابحاث دايما بتدخل الادراج ما بتخرجش منها، ونتمنى ان هي دي الخطوه الجديده اللي نخرج بيها، وعايزين نشوف
الأفكار تاني. هنشوف إبراهيم شريف بيقول إيه. فكرة ربط مشاريع التخرج للكليات العملية بالمشاريع القومية خطوة جيدة ولها مردود جيد، ولو طبقت لأن مشاريع الخريجين الجدد تكون فيها أفكار جديدة ومتجددة لم تطرق بعد وتحتاج فقط للتنفيذ، فلو تم ربط هذه المشاريع بالمشاريع القومية سيتم تطبيق أفكارهم على سبيل الواقع، وليست ستظل مشاريع في أدراج كلياتهم مجرد مشاريع وهمية وخالية، ولكن لو تم ربطها بالمشاريع القومية ستطبق على الواقع وسيكون لها مردود كبير وفائدة للمجتمع. فكرة رائعة. طبعا أنا بشكر ضيوفي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكر ضيوفي أيضا اللي شرفونا طبعا في إجابتهم على السؤال من الشارع، وتحليل أكثر لهذا الموضوع معي عبر الهاتف دكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة. دكتور هشام تحياتي. مساء الخير، تحياتي لحضرتك استاذ مشاري. دكتور هشام، فكره يعني لو حضرتك سمعت التعليقات كلها بتتكلم ان الشباب فعلا في كلياتهم بيعملوا مشاريع وبتدخل الادراج وما بتخرجش. احنا بنتكلم طبعا على كليات عمليه وغير عمليه، لكن فكره المقدمه الان هي ربط الكليات والمشاريع بالمشاريع القوميه، شايف دي سهله التحقيق على ارض الواقع والاستفاده القوميه منها ايه؟ هو الحقيقه احنا محتاجين عده امور. الامر الاول انه يبقى جزء من عملية التعلم داخل الكليات المختلفة يكون في تجهيز للطلبة علشان تقدر تعمل أبحاث، لأنه الحقيقة فكرة عمل البحث ده الحقيقة بتاخد وقت ومحتاجة مزيد من التعلم، فمهم قوي يبقى جزء من العملية التعليمية إنه الطلبة تكون مجهزة بشكل جيد. طب اسمح لي إن أنا أقطعك في الجزئية دي يا دكتور هشام، فكرة إن الطلبة تكون مجهزة، هل ده يبقى احنا مش لازم نشتغل معاهم بس من اولى جامعه، ده لازم يكونوا مجهزين من الثانوي وربما يكون من قبل الثانوي كمان، فكره ان هو يتعلم البحث؟ يفضل هذا، لكن للاسف الشديد انه بياتوا الينا داخل الجامعات الحقيقه ليس لديهم هذا القدر. ازعم انه في الحقيقه للاسف الشديد كمان في بعض الكليات بيتخرج الطالب وهو غير قادر على الدخول في بحث علمي او عمل بحث علمي. فنقطة البداية صحيحة انه يبقى الطلبة مجهزة انها تقدر تعمل بحث علمي، يعني بحث علمي يكون بيتمتع بالميثودولوجي او منهجية البحث تكون متوفرة لديه بشكل جيد، يكون لدينا ضمانات انه ما قام به من تجميع للبيانات تكون دقيقة من مصادرها الاولية، يكون مشي في مسار طبيعي يؤدي به في النهاية انه يصل لي الى نتائج جيدة. المرحلة الثانية الحقيقة ان احنا محتاجين داخل الجامعات ذاتها وداخل الكليات يكون لدينا منتديات، ودي الحقيقة مهم انها تعقد بشكل دولي لعرض ما يتم تقديمه من ابحاث، لانه ده الحقيقة هيكون هيحقق اكثر من بعد. البعد الاول انه يبقى الطلبة ذاتها لديها الطموح انها تعرض ما قامت به من عمل، لانه ده الحقيقة هيبقى جزء مهم جدا بالنسبه لنا، واحنا يمكن انا شخصيا بعمل هذا مع الطلبه بتوعي داخل الاماكن المختلفه. الامر الثالث ان احنا الحقيقه محتاجين بقى نخرج خارج اطار الجامعات، انه يكون في منتدى بيعقد بشكل دولي كل شهر وكل ثلاث اشهر على مستوى مصر يتبادر فيه كل الطلبه فيما يقدمونها ومن ابحاث. مهم ان يكون هذا المنتدى متوافر به القدر الاكبر من مؤسسات الاعمال، لانه الحقيقه احنا مثل هذه المشروعات او الابحاث مهم انه مش تنتهي فقط بانه ورقه بحثيه بتوضع في الادراج، لكن مهم ان يعني يكتب لها فرص حقيقيه في نجاح على ارض الواقع، وده قد يكون محتاج لقدر من التمويل. طب اسمح لي، لانه عدد من الابحاث بيحتاج بالفعل ليه قدر من التمويل، وعشان كده اكيد وهي دي النقطه اللي انا كنت اسالك عليها دكتور. فكره التمويل، فكره المشروعات القوميه دي مشروعات عملاقه جدا، حتى لو الشباب شاركوا فيها في يعني الناس بتقول في الاخر هو يطلع يشتغل يا اما في اداره او تشغيل هذا المشروع، لكن مش هيقدر يشارك بشكل كبير في انشاء هذا المشروع لان خبرته لا تسمح بحاجه زي كده. الحاجه الثانيه فكره ان في توجه من رئيس الدوله ان الشباب تخرج تطلع افكارها ومشاريعها، وهنا النقطه اللي هي التاثير على الابداع، الشباب دول لما يشتغلوا في مشاريع مربوطه بمشاريع قوميه هم هيبعدوا تماما عن فكره ان هم يعملوا مشاريع خاصه بيهم. خلينا اوضح حته، يمكن من الامور الطيبه للغايه اللي تعطي بارقه امل انه الحقيقه لدينا بعض الطلبه حينما يضع قدمه الصحيحه على في مجال البحث العلمي بيكون لديه افكار بيشتغل عليها، هذه الافكار بيتم التواصل بها مع شركات عالميه كبرى في امريكا وفي اليابان وبغيرها من خلال اونلاين،
والشركات حينما تجد انه هناك بعض الافكار الجديده اللي يمكن البناء عليها بتبعت بالمناسبه بوكيت ماني لبعض هذه الطلبه علشان يستمروا في هذا البحث العلمي اللي بيقوموا به. نعم. وبالتالي ده اللي احنا محتاجينه في مصر، محتاجين في مصر انه بدايه الشركات يكون لديها رغبه وقدره في التواصل مع المجال البحثي من خلال الطلبه اللي موجوده، وبالتالي مهم جدا انه يكون في اتفاقيات شراكه فيما بين الكليات المختلفه والجامعات المختلفه وعدد من الشركات العامله داخل مصر. الحقيقه اللي انا بتكلم فيه هو مجتمع الاعمال مش بس المشروعات القوميه، لانه الحقيقه احنا بنتكلم على استفاده مصر بشكل عام، سواء كان هذه الاستفاده هتروح لمؤسسات الاعمال او هتروح للدوله بشكل مباشر من خلال المشروعات القوميه اللي بتقوم بيها. وبالتالي هي الفكره مش فكره المشروعات القوميه، الفكره ازاي ما يقدم من بحث علمي يتوفر له في البدايه فرص نجاح جيده، الامر الثاني يكون مرتبط بشكل جيد بمجتمع الاعمال بالمشاكل. نعم. اللي بتواجه مجتمع الاعمال، لانه الحقيقه قد يكون هناك بعض الابحاث ليس لها صدى، لانه مهم قوي انه البحث العلمي يكون مرتبط بالمشاكل بيواجهها المجتمع. صحيح فعلا. صحيح. يعني دي نقطه البدايه صحيحه، انه ازاي البحث العلمي. نعم. يتصدى لمشاكل حقيقيه بتواجه المجتمع، وبالتالي. نعم. نقطه البدايه انه يبقى الاولاد او الطلبه يبقى يا دكتور هشام، يبقى في المسؤوليه هنا موزعه على الاثنين، جزء على الجامعه. انا بشكرك طبعا دكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار والتمويل بجامعه القاهره، وزي ما سمعنا كده من ضيوفي في الحلقه يبقى المسؤوليه على الجامعات عشان تاهل شبابها ان هم يكون عندهم القدره على البحث وايجاد المشكلات، وده لازم يرتبط من جهه اخرى مجتمع الاعمال زي ما دكتور هشام قال، وايضا بالادارات الموجوده في المشروعات القومية، وده في النهاية هيرجع بالفايدة على الشباب وعلى المشروعات القومية وعلى الاقتصاد الكلي بشكل كبير. مشاهدينا الكرام بشكركم على هذه الحلقة، وانتهت حلقتنا النهاردة، وده سؤال حلقة الغد من همزة وصل وهو كالتالي: برامج تحفيز الصادرات هل تنجح في تشجيع الصناعات؟ سؤال جديد من أسئلة همزة وصل، دائما تواصلوا معنا، شاركونا بآرائكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، همزة وصل إي جي هو عنواننا الموحد. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.